السلام عليكم، هاي مقدمة للمصفوفات. أول شيء خلنا نعرف شنو هي المصفوفة. المصفوفة هي منظومة من الأرقام. مثلا عندك مثلا المصفوفة هاي جتك، شو يقول فيها أرقام لا على التاين، مثلا 6 4 24 1 سالب 9 8، منظومة من الأرقام. بالنسبة لهسه هاي المصفوفة خلينا نشوفها ايش عندنا. عندنا بيها صفين اللي هي سراوين يسموها بالعامية، بس هي صفين. هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني، صفين. ذني اللي بالهيج جايات ويا الأفق اسميهن صفوف، اللي هو العمود أعمدة نسمين. هذا عمود، كم عمود بيها؟ خلينا نشوف. هذا عمود. إذن هاي المصفوفة عندي اللي هي المنظومة من الأرقام بها صفين وثلاث أعمدة. وأكو هواي أشياء ممكن نسويها ويا المصفوفات. نقدر نجمع المصفوفات، نقدر نطرح، نقدر نضرب، نقدر نقسم، نقدر نسوي الإنفرس اللي هي مقلوب المصفوفة. يعني أكثر كل العمليات الرياضية ممكن نسويها ويا المصفوفات. فهسا خلي نبدي بالجمع. شلون نجمع المصفوفات؟ خلي نقول مثلا عندي مصفوفة أولى زائد مصفوفة ثانية، أوكي. نخلي بها أعداد، مثلا 3 8 4 6. مصفوفة الثانية أخلي بها 4 0 1 سالب 9. شي يساوان؟ أكيد راح يساوان اللي فد مصفوفة، مو صح؟ مصفوفة. زين هسه شلون أبدي بعملية الجمع؟ الجمع يكون كالتالي. القانون مال الجمع مال المصفوفات شي يقول؟ يقول اجمع الأرقام اللي متشابهة بالموقع. يعني هذا الثلاثة ويا من يشابه، يشابه هو الأربعة، مو صح؟ فنجمع. شو تكون؟ تكون 3 زائد 4 يساوي 7، مو صح؟ السبعة هم نخلي هنا بمكان المشابه، نفس المكان نخلي السبعة. الثلاثة عندي هنا أول عنصر جاي، والأربعة جاي أول عنصر، نجمع هنا نطلع أول عنصر بالمصفوفة الناتجة. نفس الحالة للثمانية تطبق عليها، بس هسه راح نقولها بالكلام بس، اللي هي 8. هاي 8 ويا من تشابه ويا الصفر هذا، فثمانية زائد صفر تبقى 8. هاي الأربعة هاي بعد بينت ويا من تشابه الموقع تشابه ويا هذا الواحد، ف شو تكون؟ تكون 4 زائد 1 يساوي 5، مو صح؟ الخمسة تنحط بنفس الموقع فهنا الخمسة تجين، يبقى 6 والسالب 9. 6 نجمعها سالب 9، 6 ناقص 9 راح تكون ناقص 3. هذا بالنسبة للجمع. أوكي، إنه هسا عرفنا ممكن نجمع المصفوفات. والقانون شو يقول لي؟ يقول لي نجمع الأرقام المتشابهة في الموقع. أوكي. نجي على شغلة بالجمع. أكو شغلة بالجمع مهمة كلش. شو نقول هسا بالجمع؟ نقول مثلا إذا جتني مصفوفة هيجي اللي هي بيها 4 عناصر، وجتني مصفوفة مثل هاي اللي هي بيها 6 عناصر، شلون نجمعهن؟ هذني شلون نجمعن؟ طبعا عملية الجمع ما ممكن تكون إلا إذا المصفوفتين مشابهات. هنا هاي المصفوفة بيها صفين، بيها شقد صفين؟ اللي قلنا هاي اللي بالأفق أفقين صفين، وبيها عمودين. المصفوفة الثانية لازم يكون بيها صفين وعمودين على مود ينجمعن. إذا مو مشابهات ما ينجمعن نهائيا، ما ينجمعن. والناتج يكون نفس الشيء، هم بيه صفين وبيه عمودين. فهسا عرفنا بالنسبة للجمع لازم المصفوفتين مشابهات، هاي ضرورة. إذا ماكو مصفوفتين مشابهات ماكو جمع.
تجي على الطرح. طبعا الجمع نفس عملية الطرح بالضبط، نفس عملية الطرح بالضبط. فخلينا نكلي نفس الأرقام، نفس الأرقام قلنا مصفوفة. مصفوفة بمصفوفة، ناقص مصفوفة بمصفوفة يساوي لي مصفوفة. كلهن قلنا اتفقنا كلهن نفس الحجم، كلهن نفس الحجم. فنبدي نخلي بيها عناصر، قلنا 3 8 4 6 4 0 1 9. أستدني شلون نطرحها؟ ثلاثة نطرحها من الأربعة، إيش قد تكون؟ 3 ناقص 4 ناقص 1. الثمانية نطرحها من الصفر تبقى 8. الأربعة نطرحها من الواحد، إيش قد تكون؟ 4 ناقص 1 3. الستة نطرحها من ناقص 9، وهاي شوي بها فيك، 6 ناقص ناقص 9. عندنا نطرح إحنا 6 ناقص ناقص 9 يطلع السالب في السالب يعطيني موجب، فصير 6 زائد 9 راح تكون 15. فإذا هناك سالب، السالب ما قانوني ضربي هذا السالب يصير موجب. فبهاي الطريقة تطلع عملية الطرح. بقت عملية الضرب اللي عندي بيها فيديو خاص لعملية الضرب، وعملية القسمة، عملية القسمة ما تكون مثل ما احنا متصورين انه تخلي مصفوفة على مصفوفة، لكن القسمة شلون تكون؟ تكون مثلا هي الاي على بي، مثلا نسمي مصفوفة اولى اسمها اي، اوكي، المصفوفة الثانية اسمها بي، هاي مصفوفة هاي مصفوفة هاي مصفوفة وهاي مصفوفة. فالريد الريد الاي على بي شو نسوي؟ نجيب الاي نخليها اوكي ونضربها في مقلوب البي، واحد على بي. الواحد على بي بدوره هذا الواحد على بي شو يساوي؟ الواحد على بي نفس الانفرس مال بي، نفس الواحد على بي نفس الانفرس مال بي. فشو نسمي الواحد على بي هذا؟ نسميه بي انفرس. فهسه هذا ممكن شو يساوي لي؟ الاي يبقى نفسه في البي انفرس. الانفرس طبعا هم اكو فيديو خاص بي شلون نطلع الانفرس مال مصفوفة. بقت عندي عملية قلب المصفوفة اللي اسمها ترانسفوسينج. هاي عملية قلب المصفوفة اللي هي خلينا نقول مثلا عندي هالمصفوفة، قبل شوي كتبتها، عملية قلب المصفوفة ترمز لها، يرمز لها برمز تي فوق القوس. فش نقول؟ خلي عندي هالأرقام 6 4 24 1 سالب 9 8. أريد هالمقلوبة شلون أخذ لها ترانسبوز، شلون تنقلب؟ فنيجي شو نسوي للترانسبوز؟ شو نسوي؟ بتحول لي كل صف إلى عمود وكل عمود إلى صف. يعني هذا الصف عندي مصح، شو راح يصير بي؟ راح يصير عمود، وهذا الصف ما راح يصير عمود. فخلني نشوف شو نسوي. الصف الأول خلينا نكتبه، نكتبه على شكل عمود، يعني واحد جوا الأخ، مو واحد صف الأخ. 6 4 24، وهذا الجوا يكون بصفه 1 سالب 9 8 1 سالب 9 8. بهاي الحالة هسه هنا المصفوفة صار لها ترانسبوز قلب. تبقى ملاحظة أخيرة، المصفوفات شلون حجم المصفوفة؟ تبقى ملاحظة أخيرة، حجم المصفوفة، حجم المصفوفة شلون نعرفه؟ طبعا حجم المصفوفة كل شيء بسيط. هسه هالمصفوفة اللي عندي كم صف بيها؟ بيها 2، نكتب 2. كم عمود بيها؟ 1 2 3، 3 عمود على 2 في 3، هذا حجم المصفوفة. خلينا نشوف المصفوفة بعد ما سويناها ترانسبوز ايش قد صار حجمها. كم صف صار عندي؟ صار عندي 3 صفوف. كم عمود؟ عمودين. فنبدي بعدد الصفوف اللي نكتبه 3، والعمود الأعمدة 1 2 عمودين، يعني 3 في 2. بقت فقرة أخيرة
اكو بعض المرات يرمزون العناصر المصفوفة بأحرف. خلينا نشوف شلون. خلينا نقول هالمصفوفة A، مصفوفة اسمها A، شو تساوي لي؟ خلينا نقول هالمصفوفة نفس المصفوفة اللي اشتغلنا عليها، خلينا نقول 6 4 24 1 سالب 9 8. هسه شلون اريد ارمز هذا العنصر كاسم كرقم؟ هسه اريد ارمز هذا العنصر كحرف، ما اريد رقم، اريد مثلا ارمز له فد شيء. فش نقول الاي شو تساوي لي اذا اريد نرمز الحرف هذا؟ موقعه وين؟ موقعه وين؟ موقعه بالصف الاول، صح؟ بالصف الاول، بيا عمود بالعمود الاول. فنرمز له، خلينا نقول اي الصف الاول فارز العمود الاول. الثاني شلون نرمز له؟ هذا وبعده بالصف الاول، فنسميه الاي، خلينا نقول هم اي، هو بالصف الاول فنحط رقم واحد بس بيا عمود بالعمود الثاني، فالواحد فارز اثنين. وهذا نفس الحالة بيا صف بالصف الاول، فبعد اي نكتب واحد فارز بيا عمود بالعمود الثالث، اذا رقم ثلاثة. والباقيات نفس الحالة. هسه هذا بيا صف هذا الواحد اللي عندي، هذا هنا الواحد بالصف الثاني، فنكتب اي اثنين فارزة بيا عمود بالعمود الاول. خلينا نجي هذا سالب تسعة، بيا صف بالصف الثاني، بيا عمود بالعمود الثاني اثنين اثنين، وهذا بيا صف بالصف الثاني، بيا عمود بالعمود الثالث. هيج ممكن نرمز للمصفوفة. فكقانون عام شو نقول؟ نقول اذا اريد نرمز العنصر بالمصفوفة شو نقول؟ اي هنا شو نخلي؟ الصف، نخلي الصف الذي ينتمي له العنصر فارزه العمود، 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 مهم هي العمود.